أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في نشرة الأخبار المباشرة، والبداية بأهم العناوين. ساكنة الوسط القروي تتطلع لاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمجموعة من الانتظارات والنموذج من أقليميم. تأهل فريق الرجاء البيضاوي على حساب فريق شباب المسيرة في إقصائية كأس العرش. إلى التفاصيل، أهلا بكم. نستهل النشرة بمستجدات ملف ابتزاز صحفيين فرنسيين للمغرب، حيث كشفت وسائل إعلام فرنسية عن الوثيقة الخطية التي وقع عليها الصحفيان إريك لوران وكاترين غارسي، التي تثبت إدانتهما في قضية ابتزاز المغرب. وذكرت أنهما أنها حصلت حصريا على هذه الوثيقة المؤرخة بتاريخ 27 أغشت، والتي يتعهد من خلالها الصحفيان بعدم كتابة أي شيء حول المغرب وعدم التحدث علنا حول هذا البلد، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يلتزمان بعدم إطلاع أي كان وبأي شكل من الأشكال على الوثائق والمعلومات التي بحوزتهما. وقد أعرب المحامي السيد إريك دوبو مورتي الممثل للطرف المغربي في هذه القضية عن ارتياحه بشأن مآلي المحاكمة التي يتابع من خلالها الصحفيان إريك لوران وكاترين غارسي بتهمة محاولة ابتزاز المغرب. واعتبر اليوم السبت عقب توجيه تهمة الابتزاز والمساومة لهذين الصحفيين أن توجيه الاتهام إليهما يعتبر أقل ما يمكن فعله بالنظر إلى الأفعال المنسوبة إليهما بعد ضبطهما متلبسين. لنستمع إلى إريك دوبورو مورتي في هذا الاتصال الهاتفي. أظن بأن توجيه الاتهام من طرف القضاء إلى الصحفيين يمكن القول باختصار بأنه هو أقل ما يمكن فعله عقب عرضهما على قاضي التحقيق بالنظر إلى الأفعال المنسوبة إليهما بعد ضبطهما متلبسين، وبالنظر إلى العناصر التي قدمت الشرطة. وبالتالي فكنا نتوقع توجيه الاتهام من طرف القضاء إلى الصحفيين. وأريد أن أوضح بخصوص ما يروجه دفاع أشباه الصحفيين أن ذلك خيالي ولا يمت للواقع بصلة. عندما يتحدث الدفاع عن حيل، نتساءل، هذه الحيل هي من خيال من؟ المغرب؟ أو وكيل الجمهورية الفرنسية؟ أم الشرطة الفرنسية؟ أم قاضي التحقيق المكلف بالملف؟ أريد أن أذكر أنه بكل بساطة وبدون أي تعقيدات، فالمال وجد في جيوبهما وهما اللذان وقعا على الوثيقة التي بموجبها يلتزمان بعدم إصدار كتاب حول المغرب، والتوقيعان المديلان للوثيقة هما توقيعان على إدانة الصحفيين. على بعد أيام من اليوم الرابع من شتنبر المقبل، يتضح بالأرقام أن توزيع اللوائح الانتخابية حسب الفئات العمرية على الصعيد الوطني عرف تسجيل 55% من الشباب ضمن هذه اللوائح. تقرير عياد سرتي. بالنسبة للمسجلين في اللوائح الانتخابية حسب الصين، فقد سجلت نسبة 55% بالنسبة للذكور و45% بالنسبة للإناث. أما بالنسبة للتوزيع حسب الوسط، فقد تم تسجيل 55% بالوسط الحضري و45% بالوسط القروي. أما بخصوص توزيع اللوائح الانتخابية العامة حسب الفئة العمرية فجاء على الشكل التالي: من 18 سنة إلى 24 سنة 10%، من 25 سنة إلى 34 سنة 22%، من 35 سنة إلى 44 سنة 23%، من 45 إلى 54 سنة 19%، من 55 سنة إلى 59 سنة 8%، من 60 سنة أو ما فوق 18%. 546 مرشحا ومرشحة موزعون على 14 لائحة يخوضون غمار الانتخابات الجماعية للظفر
ب 39 مقعدا مخصصا للمجلس الحضري بقليميم، 6 من هذه المقاعد مخصصة للنساء. وعلى مستوى العالم القروي بإقليم قليميم، تأمل ساكنة هذا الوسط أن تفرز هذه الاستحقاقات نخبا قادرة على تدبير انتظاراتها التنموية. روبورتاج حافظ محضار ومحمد بعيريس. أملا في تحقيق سيد من الوعود الانتخابية التي رفعها مرشح مختلف التلاوين السياسية، تترقب ساكنة مختلف التجمعات القروية بالإقليم استحقاقات الرابع من شتنبر المقبلة. ساكنة قروية ترى أن انتقاء المرشح الأمثل ذي الكفاءة العالية والمصداقية هو السبيل لتحقيق تطلعات سكان المناطق النائية التي تفتقر إلى مجمل الخدمات الأساسية والبنية التحتية. نتمنى أنهم يكونوا وجوه جديدة، وجوه شابة، وجوه واعية ومثقفة، باش انها تحيي لنا هذه المنطقة. وطبعا العالم القروي محتاج ياسر، محتاج أولا أنهم الناس كاملة تتضامن باش كان ذا المرشح انه يعدل شيء ملموس ما هو اقوال. الباديه محتاجه لياسر من المسائل كيف البنيه التحتيه، مثلا الواد الحار، القدرون، الكهرباء، ياسر من المسائل مازالت العالم القروي مازال زامق منها. من حيث الاشخاص اللي يمكن يعني تكون حامله المسؤوليه هذه المنطقه مثلا، يعني يجب تكون اشخاص اللي يعني يدفع بها المجتمع والناس اللي اختاروها واللي صوتوا عليها، وتكون حاملة المسؤولية، مسؤولية المنطقة يعني، والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للسكان، وتمشي بها البلد بعيد. المواصفات ديال الشخص اللي باغي هنا، المواصفات دي كما قلت الالتزام، التزم برنامجه اللي حط، والنزاهة، شوي من النزاهة مطلوبة، وهل الاستقرار في المكان ديالو باش يترشحون ويهرب لبلاصه ثانيه يتم ساكن فيها. استحقاقات انتخابيه اذا تعلق عليها الساكنه القرويه امالا كبيره لاختيار منتخبين باستطاعتهم تحقيق الوعود التنمويه التي تؤمن للقرويين سبل الاستقرار والعيش الكريم بتجمعاتهم النائيه. رياضيا، تأهل فريق ورجاء البيضاوي إلى دور ثمن نهاية كأس العرش لكرة القدم للموسم الرياضي 2014-2015 عقب فوزه الصعب بهدفين لواحد في مباريات إياب دور سدس عشر النهاية التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب مولاي رشيد بالعيون. واستفاد فريق ورجاء البيضاوي الذي كان قد خسر مباريات الذهاب بالدار البيضاء بهدف دون رد من توقيعه اليوم بهدفين خارج قواعده، علما بأن فريق شباب المسيرة العيون كان متقدما. آخر لحظة استطاعوا فريق الرجاء، يمكن عامل الحظ، يمكن عامل الخبرة، استطاعوا يقلبوا النتيجة. فهذه كرة القدم، فيها خاسر وفيها رابح، بكاس العرش توفي خاسر ورابح، فاحنا كنا الخاسرين. فالحمد لله تنهن الدراري، قاموا بمقابله رائعه، وكنتمنى الاهم اللي عندنا احنا هو البطوله، نمشيو فيها مزيان ان شاء الله، وتكون هذه الخطوه هذه خطوه ايجابيه ان شاء الله بالنسبه لنا. وفي اطار اعماله الاجتماعيه، قامت صباح اليوم مؤسسه الرجاء البيضاوي رفقه احد الجمعيات المحليه بمدينه العيون بتوزيع مساعدات على عدد من الفئات الاجتماعيه. في المتابعه غالي القرحي وصالح الرقيبي. مبادره انسانيه تلك التي قام بها فريق الرجاء الرياضي البيضاوي من خلال لجنه الشؤون الاجتماعيه، والتي تضمنت زياره لاحدى الجمعيات التي تعنى بشؤون الاطفال، التفاتة تميزت بتوزيع ما يقارب 150 محفظه مدرسيه لفائده الاطفال في وضعيه صعبه في افق الاستعداد للدخول المدرسي 2015-2016. قد أشرف على هذه العملية عدد من أطر ومسيري الفريق البيضاوي وعدد من الفاعلين الجمعويين بالمدينة. وهذه اللجنة اللي هي كتمر كل سنة كتعين بعض الخيريات وبعض الجمعيات المعاقين وكذا، ولهذا جاتنا الرحلة ديال العيون، جاتنا مفاجأة، ورغم هذا الشيء جاتنا واحد الهدايا اللي نساندوا بها أطفال العيون مهوزة، وكذلك الأطفال الذين وقعت لهم الحادثة في طنطان. خسرنا باش نعدوا لا انطلاقة فقط لهذا العمل، جاونا بالنسبه للمكسب الجو باش عطاو الانطلاقه ديال التوزيعات الخيريه لهذه الفئه من المجتمع، عطينا فقط الانطلاقه اليوم بعد التوزيعات. وكنشكروا دائما فريق الرجاء البيضاوي بهذا العمل الجبار. استفدنا بعد ضحيات فجعه طنطان، الحمد لله فرحانه بعد المبادره اللي دارت لنا نادي الرجاء البيضاوي، وكنشكرهم على هذه الالتفاته الطيبه،
وهذا عمل إنساني. وتأتي هذه المبادرة بمناسبة زيارة فريق الرجاء لمدينة العيون لخوض مباراة الإياب دور 16 أمام شباب المسيرة، أنشطة يسعى من خلالها المنظمون إلى ترسيخ الدور الاجتماعي والرسالة النبيلة للرياضة والرياضيين. نصل اللحظة إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس غدا إن شاء الله. سنلاحظ انتشار بعض السحب المنخفضة بالقرب من السواحل مع تمركز بعض السحب الأخرى بالسفوح، في حين ستكون الأجواء صحوة نسبيا بباقي أقاليم الجنوبية. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 18 درجة بسيدي إفني و 20 درجة بطاطا. في حين ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 41 درجة بكل من أسا، الزاك وطاطا، في حين ستسجل 24 درجة بسيدي إفني. في حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر هائج عموما. طلوع الشمس غدا بمدينة العيون سيكون على تمام الساعة 7:33، ما غروبها سيكون عند تمام الساعة 8:12 إن شاء الله. مع بعض درجات الحرارة في بعض المدن المجاورة لبلادنا فسيكون على الشكل التالي: 40 درجة بكل من النواذيب ونواكشوط، 31 درجة بالعاصمة الرباط. إلى التذكير بالعناوين: ساكنة الوسط القروي تتطلع لاستحقاقات الانتخابية المقبلة بموجب بمجموعة من الانتظارات والنموذج من قليميم. تأهل فريق رجاء البيضاوي على حساب فريق شباب المسيرة في إقصائيات كأس العرش. يمكنكم مشاهدة نشرة أخبار قناة العيون على موقعنا على الإنترنت snrt.ma. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين عبر الموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج عبر الهواتف الذكية، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. إلى اللقاء. نذكر مشاهدينا الكرام بإطلاق الباقة الجديدة لقنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والتي تضم الأولى HD، الرياضية، الثقافية، المغربية، السادسة، تمازيغ، وقناة العيون على الموقع المداري 7 درجة غرب. ونعلم مشاهدينا أن قنوات الأولى HD، الرياضية، وتمازيغ ستبث فقط وحصرياً من خلال الموقع المداري 7 درجة غرب. لاستقبال الباقة الجديدة المرجو إعادة ضبط جهاز الاستقبال وفق المعطيات التالية: للمزيد من المعلومات المرجو زيارة موقعنا الإلكتروني.
في كل رحلة من رحلاتنا عبر الساحل الجنوبي نعرج فيه على مواضع ندرك تمام الإدراك ونزداد إيمانا أن الله عز وجل ما خلق شيئا عبثا ففي الكون نظام قائم وفق ارتباط أزلي وترتيب إلهي منزه عن كل الشبهات.